بعد تنشيط عنصر الاستعلامات تبين بأن نشاط هذه المجموعة يمتد عبر إقليم ولاية المجموعة الجلفة انطلاقا من مدينة مسعد، حيث يقومون بالمتاجرة بالذخيرة المهربة من صنع إسباني وإيطالي، كما تم التأكد من قيام ذات المجموعة الإجرامية بعمليات سابقة. من أجل الإيقاع بذات الشبكة والتعرف على هوية المشتبه فيهم، تم تكثيف التحريات والاستعلامات ليتبين للمحققين بأنه سوف تنتقل شحنة من الذخيرة المتاجرة بها انطلاقا من مدينة مسعد في اتجاه مدينة الجلفة. وبعد عملية تتبع وترصد تم يوم 10/10/2017 على الساعة 8 مساء، بعد وضع خطة محكمة باستعمال أسلوب من أساليب التحري الخاصة، حيث تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية والمقدر عددهم بسبعة مشتبه فيهم، كلهم من قاطني بلدية مسعد تتراوح أعمارهم من 26 إلى 49 سنة. بعد عمليات التفتيش والبحث من طرف فريق التحقيق، تم حجز بندقية صيد نوع جديد من نوع ماغنوم مود USA عيار 12 ملم، وكذا تم حجز أكثر من 1136 خرطوشة عيار 16 ملم أجنبية الصنع من مختلف الأنواع. الجماعة كانت البضاعة المحجوزة كانت مموهة بإحكام داخل ثلاث أكياس بلاستيكية خاصة بأعلاف المشية. المشتبه فيهم سيقدمون أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل جناية المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس، وكذا جناية التهريب لبضاعة أجنبية.